رح أبلش في الفلافل. طبعا انا جبت عجينة فلافل وضغطتها على الخبزة وحوستها على النار. تمام، شوحتها على النار. هسه بدي اضيف عليها المخلل اللفت. الله، مخلل اللفت مع شرحات الليمون. الليمون بيعطيها طعم كتير زاكي جدا. بس كده الفلافل حتكون مره فلات، يعني قليل حتكون في الساندويتش، صح ولا لا؟ يعني انا احب الفلافل تكون فلافل مليانه كده. وهل بيضيف لها مزيد من الخضروات يعني عشان تكون الفلافل انت بتحط الكميه اللي بتناسبك. طيب، وهسه بضيف الطحينيه فوق الفلافل. واخر شيء راح احط شويه ورق نعنع. النعنع بيعطي كثير طعم زاكي مع السندويشه جدا. انا هذا الترند كثير حبيته، كثير زاكي وكثير حبيته. هل يا شيف عليه اقبال كبير يعني؟ هل عليه اقبال يعني الترند ده بالذات؟ انا اخر فتره يس عليه اقبال فعليا، لانه يعتبر اصلا خيار صحي اكثر من الفلافل العادي.